مصر والإمارات علاقات انبثقت من روح الأخوة ونبتت من جذور عربية وإرث حضاري عظيم. في إطار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبو ظبي في مختلف القضايا، يحل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا عزيزا على دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلاقا من تطابق الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، تعمل الحكومتان على تعزيز العلاقات الثنائية، علاقات لا تقتصر على الجانب السياسي والثقافي والحضاري، بل تمتد لتشمل الجانب الاقتصادي الذي يشهد ازدهارا متناميا. فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية بمصر 7.2 مليار دولار، بينما تساهم الإمارات في 1165 شركة تستثمر في مصر، وتلعب الشركات الإماراتية دورا محوريا على خارطة الاستثمار في مصر. وكذلك تتنامى العلاقات التجارية بين البلدين لتشهد ازدهارا غير مسبوق، ذلك ما تؤكده المؤشرات والإحصائيات والأرقام. ستظل أواصر الأخوة المصرية الإماراتية راسخة في مسيرة الأشقاء نحو مستقبل ينهض بطموحات الشعوب بخطى وثابة وعزيمة لا تلين. مصر والإمارات، وحدة المصير والمسار.